هذه العودة هي مجموعة أوراق يلعب بها أطراف أخرى لضرب السيادة الحلبوسي والخنجر. هكذا الحديث بالعلن اليوم تشوفه هيك. أنا ما أريد أسمي أسماء، ولكن أنا أقول لك يعني لما تجي تقارن مثلا على سبيل المثال تاريخ الحلبوسي بتاريخ أسامة النجيفي أو بتاريخ رافع، لا شيء. رافع لعب دور كان بالمقاومة، أنا دعمته شخصيا ودعمته مهنيا لأنه كان بالمقاومة. مقاومة مو بالإرهاب، مو ويا الإرهابيين يشتغل، ويا المقاومة. أكو فرق بين المقاومة والإرهاب. أكو فرق، نعم. فلهذا يعني ما أكو مقارنة. يعني رافع أخذ بامتياز، حاز أصوات بدون أن يصرف جهد، لأن معروف الأوساط بالأنبار، معروف بين الناس، معروف دوره، معروف تاريخه، معروف ابن من، معروف شنو شغله، معروف طبيب هو. في مرحلة من المراحل حتى تكسر التوازنات السنية صدرت أوامر القبض على رافع العيساوي، طارق الهاشمي، علي حاتم. الآن يقال أيضا نفس التاريخ لكنه بشكل مغاير، أن تكسر التوازنات السنية يعاد رافع ويعاد حاتم وقد يعاد طارق. هذا المسلسل هذا المسلسل هو يسير بهذا الشكل، أنه الآن كل من عنده أوراق حتى يضعف الآخر أعيد بنفس الترتيب. هي هاي من أمراض العملية السياسية. تدري حضرتك من اليوم يجون يأخذون بوشهم الرافع وعلي حاتم وأسامة النجيفي مثلا، أي ويعزلوهم من مراكزهم، وكل واحد عنده تاريخ سياسي. يعني رافع عنده تاريخ الرئافة، عاني تعرفت عليه كان بالمقاومة، دكتور بالمقاومة اللي قاومت الأمريكان، أي وعلي حاتم عرفه عني بخلت ويا عشيرته إلى العراق ويا آل سليمان، أي وأسامة رجل عمل عده تاريخ سياسي وتاريخ اجتماعي ووطني. بس هذا تدري حاولوا يتخلصون منهم، لأن ليش رادوا يتخلصون منهم؟ يمثلون مراكز نفوذ داخل السنة. اللي راد يتخلص منهم منو؟ ما أعرف، ما أريد. لا تعرف؟ لا ما أعرف، يعني ما أريد أقول منه، بس يعني كل من كان يخشى من وجود أسامة ويخشى من وجود رافع ويخشى من وجود علي حاتم قام يتآمر عليهم حتى يخلصهم. زين، واليوم رجعوهم ليش؟ اليوم رجعوا رجعوا يعني رافع الرجل، أكو ناس وقفوا له، أنا واحد من هؤلاء الناس. قفت له الرافع. أنا ما أناقش التهم دكتور هنا، أنا أناقش التوجه هسه بغض النظر. لا ما رجعت، أنا حكيت ويا الأخ فايخ زيدان. أي. قلت له يا أخي رافع رجل فاضل ورجل مناضل ورجل عنده تاريخ وعنده وجود في الأنبار، يتو عليه شنو هالقصة هاي؟ أنه قضيته بشكل واضح وبشكل مرتب وإلى آخره، وإذا أكو تهمة علنوها للتهمة. شنو هي التهمة عليه على رافع؟ كان وياه صالح مطلق، والرجل فايق يعني جاوب بإيجابية عالية وقال لا احنا ما عدنا شي وياه، وأيضا راح يطلع إن شاء الله، وطلعه فعلا بكفالة. فرافع راح يستأنف نشاطه السياسي، ونشاطه السياسي الرافع نشاط مبني على علمية وعلى تاريخ، مو ما عدا تاريخ نضالي. زين. كثير من الأخوان السنة الآن اللي تبوّوا مراكز متقدمة ما عندهم تاريخ نضالي. علي حاتم ما عدا تاريخ نضالي. أقول لك إحنا دخلنا ويا عشيرتهم، إحنا عشيرتهم ماجد عبد الرزاق السيماني اللي هو عم حاتم، أي العلي اللي يقول هو هذا أمير دليل، هذا وجوية بنفس السيارة اشتريناها من لبنان، 4 سيارات 5 سيارات دخلنا احنا من الأردن، دخلنا عن الأنبار بأيام الحرب وصلنا. فلهذا دول عندهم تاريخ. انت انا اعرف التاريخ رافع، لكن المطلوب من عودة رافع علي حاتم سليمان ما هي الأدوار التي سيقومون بها؟ اولا هل الوسط السياسي السني والعشائري محتاج الى عودة هؤلاء؟ طبعا. لأي أسباب؟ لسببين. السبب الأول القيادات ما عنده،
وصلت سنين. ايش عنده الحلبوسي وعنده الخنجر؟ هذا مو قيادة هذول. وعنده مشعان؟ ما عندهم تاريخ، وما مشعان ما رجل فاضل وخوش هذي، بس مو ما يمثل وزن بالعمل السني. يوم يشتم الشيعة، يوم يشتم السنة، يوم يشتم منو، يوم يشتم كذا. والسيد الحلبوسي؟ الحلبوسي ما عنده تاريخ سياسي، يعني ما سمع مش الحلبوسي صار تاريخه السياسي اقترن باختلافاتنا ويا الحزب الإسلامي العراقي في مسألة محافظة الأنبار. أي. ودعمناه للحلبوسي واختاريناه أن يصير هو محافظ الأنبار، هو هكذا برز. وصار محافظ. أنتوا دعمتوه حتى يصير محافظ الأنبار. إحنا دعمناه، إحنا وقاسم الفداوي اشترك ويانا وآخرين. فدعمناه والحلبوسي صار محافظ الأنبار. إيه. تاريخ السياسي كل هذا. أنا دا أحكي لك رافع مقاتل، قاتل وكان رجل فاضل ورجل إلى موقعه ولا دورة سياسي. يعني تعتقد هذا صعود سريع غير متوقع؟ والله مو بس غير متوقع، غير 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 ما بي مردودات. ما بي مردودات. هذا يخربط الصورة كلها، خربطها. فلهذا تخربط المشهد من تجي ناس ما عندها خلفية سياسية، مو معروف توجهاتها شنو. يعني مثلا الحلبوسي على سبيل المثال الحصر اختار من دون الناس، يقول منو بيت علاوي؟ شنو بيت علاوي؟ يقول هم اربع نفرات. اسال اربع نفرات لو 200 نفر يقول عليكم اي بلي. يعني هي تعرف هاي مو لائقه، مو لائقه بسياسي اصلا ان تستهزئ وتصغر الناس بهالطريقه هاي. والإنسان هو بما قدم للعراق، احنا قدمنا حياتنا. يعني شو تفسر هذا؟ غرور؟ يعني عدم ادراك؟ عدم ادراك، عدم ادراك، عدم ادراك ما يتناسب ويا الموقع القيادي للانسان، ما يتناسب ويا الموقع. عدم ادراك تعرف حضرتك اللي تجيبه رئيس مجلس نواب. يعني اسامه النجيفي كان رئيس مجلس نواب، واسال اي نائب، واسال اي انسان وين اسامه النجيفي وشخصيته، وين اللي اجوا بعده الاسامه، وين محمود المشهداني من كان رئيس مجلس نواب، وين؟ يعني فرق كبير. لهذا يعني احنا الموقع أي. لازم ما يخلي الانسان يتنمر او يستهزئ بالاخرين، لازم يحترم. تعتقد انه السيد الحلبوسي استعجل كثيرا في خصومته مع قيادات سنيه؟ يعني خلينا نعتبرها من الرعيل الاول بعد عام 2003، وهل تعتقد هنالك من كان يدفع به لمثل هذه الخصومه؟ والله انا ما ادري حديثي على اعتقادات، ولكن ادري انه هو وقف ضد ناس مهمين بالعراق لهم دور ولهم تاريخ ولهم بصمه على الاحداث السياسيه بالعراق.